وبنبدا حلقتنا النهارده من دبي، حيث احتفل صناع برنامج سمايل ماسترز بانطلاقه بحضور نخبه من النجوم المؤثرين في العالم العربي. البرنامج بيهدف لعلاج العديد من الحالات المستعصيه بالاضافه للترويج للسياحه العلاجيه بدبي. سمايل ماسترز هو البرنامج الطبي الأول من نوعه في العالم العربي، واللي بيسعى لخدمة المجتمع بجانب تسليط الضوء على نمط الحياة في دبي. برنامج سمايل ماسترز هو برنامج رياليتي شو، حيكون متواجد على اليوتيوب كل أسبوع في حلقة. البرنامج باختصار هو عبارة عن برنامج حنشوف فيه حالات مستعصية طبياً في مجال الأسنان بتيجي لتتعالج في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحاول نحسن ابتسامة العالم مع بعض. النجمة مي عز الدين أبرز داعمي البرنامج، وكانت حريصة على حضور حفل البرنامج. فكرة is very nice، معمولة لدكتور من أحسن الدكتورز اللي قابلتها في حياتي، فرحانة بيه و very proud of him، علشان هو إنسان مجتهد جدا، بيفضل يشتغل على نفسه، بيفضل يدور على الجديد، وبيفضل يحاول يعمل دايما زيادة، وده هيخليه دايما بإذن الله إنسان ناجح. عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن والإعلام في الوطن العربي كانوا حريصين على حضور حفل إطلاق البرنامج. سعيدة بتواجد اليوم في إيفنت دكتور ماجد، والبروغرام جديد، عمل رائع وبروغرام رائع، إن شاء الله الله يوفقه به. أتمنى له التوفيق، وأتمنى أنه طبعا نشوف شيء مختلف بحيث تكون فكرة جديدة وانطلاقة جيدة ونشتغل عليها، لأنه زمن التلفزيون تعرف صار شوي على المحك يعني. أنا كتير مبسوطة أني هون عم شارك الدكتور مجد ودكتورة ديمة ودكتور محمد، فرحتهم، وهي الشيء اللي عم يعملوه هلأ هو سابقة وأول مرة بنعمل بالوطن العربي، في روح مميزة بهذا العمل، فبتمنى لهم الخير والتوفيق والنجاح دائما. أكيد راح ينجح طالما بيحمل اسم الدكتور مجد ما شاء الله يعني، وأكيد هو ما عمل هذه الخطوة إلا من النجاحات المتكررة ما شاء الله اللي هو سواها. المطرب محمد عساف كان حاضر الحفل وغنى للحضور رغم عدم تحضيره. بدي أهني الدكتور مجد ناجي، هذا الإنسان الرائع صدقا وليس رياء يعني، مش عشان قدام الكاميرات، لا بالعكس هو إنسان جدا رائع وخلوق، وصراحة لو هو مش إنسان مثابر ومجتهد وذو شأن عظيم كان ما لقيت كل هالحبايب اللي بيجوا. البرنامج بدأ عرضه على اليوتيوب وحققت الحلقة الأولى ردود فعل إيجابية ونسبة مشاهدة عالية في أيام قليلة، والفنانة ميساء مغربي كانت حريصة على مشاهدتها. شفت حلقة وحبيتها كثير، كثير إنساني وكثير حقيقي وكثير هادف، محتوى راقي جدا، محتوى إنساني. دوسناني ابتسامة للإنسان شيء مهم بحياته صراحة، تغير الشكل يعني الفيس كل. أنا من غيرت أسناني عند مجد صار لي شكل ثاني، شكل ثاني صار لي. نتمنى النجاح لسمايل ماسترز وتحقيقه لأهدافه المرجوة.